وقل الجزائر وسط ذكر فوقعه. الجزائر أمل وألم، الجزائر قرص وفرح، الجزائر معاناة وألم، الجزائر الأبية فيها وأجدادها، فرنسا التي قتلت الأطفال. احنا بالنسبه لوزاره البيئه ان شاء الله يعني المشروع اكمام واتمام ما تبقى من سياج المحيط بالمنطقه التي تاذت من التجارب النوويه، المنطقه التي بها الاشعاع. الشطر الاخير ان شاء الله في الايام القليله القادمه ان شاء الله الاموال تاعو مرصوده، اموره يعني مضبوطه، ان شاء الله سيتم اتمام الشطر المتبقي من السياج لحماية المواطنين وحماية الحيوانات وحماية يعني الإنسان وحماية البيئة الصحراوية من جميع الأضرار التي تنتج عن الإشعاع النووية. لابد أولا أن نذكر بأن اليوم الجزائر تحيي ذكرى تفجيرات النووية، الذكرى 61 بمنطقة الحمودية برقان التي كان تاريخها 13 فبراير 1960.